بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تم الاتفاق في مؤتمرات أستنا بين الدول الثلاثة الفاعلة والمؤثرة في مصير الثورة السورية، إيران وروسيا من طرف النظام والمساندة له، وتركيا كأكبر صديق للثورة السورية وداعم لحق الشعب السوري في تقرير مصيره، وبحضور أغلب الفصائل المقاتلة على امتداد الساحة الثورية والتي تقرر بموجبها مناطق خفض التصعيد، وكان ريف حمص الشمالي أحد هذه المناطق، التزمت منطقة ريف حمص الشمالي وفصائلها بهذه الاتفاقية كون الدولة التركية أحد الموقعين والضامنين لهذه الاتفاقية. طبعا كل اللي سمعناه بالأيام الماضية لا يعدو عن كونه حرب إعلامية وحرب نفسية يقوم بها النظام، وهذا النظام اللي احنا بنعرفه بيستخدم هذه الأساليب، استخدمها على مدار السبع سنوات الماضية، وهي ما أول مرة بيصرح هذا التصريح وما أول مرة بعث هذا العرض. لحنا على مدار سبع سنوات بشكل دائم كانت تجي عالم تنقل هاي الرسائل، ولحنا كان موقفنا ثابت وصامد بوجه هذا النظام، وإن شاء الله الصمود قائم إلى الآن. أخي، نحن كعسكريين في الريف الشمالي وريف حماة الجنوبي جاهزين لأي عمل عسكري من النظام، نطمن الأهالي بأن التجهيزات العسكرية كاملة من أي النواحي جاهزة، والنظام أصبح يهدد في اقتحام الريف من سبع سنوات، والحمد لله لم ينجح أو يأخذ أي جدوى في الريف.